اولا يا امير يا منير، انت كلامك كله عنصريه. شوف انت بنفسك قلت ايه. بيقف في وش المجتمع الغربي اللي مصمم بكل شيطانه انه ينشر ثقافه الشذوذ بين اولادنا، ويجبر مجتمع اسلامي على تقبل الشذوذ والاتفاق معه. اولا ما اسموش شذوذ، اسمه مثليه، وما اسمهمش شواذ، اسمهم مجتمع الميم او ال جي بي تي. وخد بالك من الفاظك بعد كده. طب ما تقولش مين بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. حيلة تانية شيطانية قاعدين بيلعبوا بيها معانا، انه لو سمحتوا لما تيجوا تتكلموا عن الحاجات اللي انتوا مختلفين معاها استخدموا الالفاظ الصحيحة ليها. ما اسمهاش خمور، اسمها سبيريتس او مشروبات روحية. ما اسمهمش شواذ، اسمهم مثليين. ما اسمهاش علاقة محرمة وزنا ما بين ولد وبنت، ولكن اسمها بوي فريند وجيرل فريند. وخد بقى من الكلام ده كتير يا اخي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لا ينطق عن الهوى، ربنا سبحانه وتعالى أعلمه إن إحنا في المستقبل هنعمل كده. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها. أيامه ما كانتش في أسامي تانية، كانت خمرة والله. وفي أحد الطرق الصحيحة للحديث قال صلى الله عليه وسلم: فيستحلونها. إن التسمية التانية دي طريقك لاستحلال الحرام، عشان بقى اسم تاني فأخف وقعا على قلبك تتعود عليه مع الزمن، فتعمل الحرام وانت شايف انه مش خمرة، سبيريتس مش شذوذ، ال جي بي تي مثلية مش زنا، صحوبية. مش عايزنا انا بصحاب ولا ايه؟ وتعالوا نكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. قاعدين مش في بالهم بقى خلاص، دول يا رسول الله هيعدوا كده عادي؟ لا ابدا. قال صلى الله عليه وسلم: يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. يا عم امير بقى، ما احنا شايفينهم وهم عايشين في وسطينا، لا تخسف بهم ارض ولا في قرود ولا خنازير ولا الكلام الفارغ بتاعك ده كله. هقول لك لا والله، بس فتح عينك معايا كده وانت تشوف. هي امتنا الاسلاميه مش مخسوف بيها الارض؟ موجودين احنا بين الامم اصلا ولا لينا وزن ولا قيمه؟ هتقول يا امير الموضوع ملوش علاقه بالدين، ليه علاقه بالتقدم العلمي. اقول لك لا والله العظيم، الدين الاول. لو في دين كنا عرفنا يعني ايه علم، كنا علينا من العلم والعلماء مش من شيماء شيماء. استضفنا دول، لمعناهم وادينا لهم قيمتهم ماديا ومجتمعيا، لاننا عارفين قيمه العلم والعلماء في الدين. لكن لا، عشان بعيد عن ربنا يبقى شيماء، ده اخرنا. بدل ما بنتكلم في تقدم علمي وديني يرفع الامه، لا بنتكلم في ليه مش قابلين انتوا الشذوذ والخمور وقله الادب والخشه والحياه. فين الكلام ده؟ انتوا ليه مش متقدمين؟ بقى هو ده التقدم. فالعايز تشوف عينك الخصف اتفرج يا باشا. ويجعل منهم القردة والخنازير، ودي قلوب كتير من المسلمين للأسف. قرد مجرد ما يشوف يقلد، ما بيحطش الموضوع في ميزان الشرع ولا ربنا راضي ولا مش راضي. طالما الحاجة قدامي شكلها بيلمع هقلد. قرد، شفتش في حياتك قرد؟ ربنا لا يجعلني لنا ولا انت قرود. وخنازير، ما يحبش إلا القزارة يشمشم فيها وياكل منها، ما يدورش إلا عن الذنوب والمعاصي والأخطاء والحاجة الغلط يلزق فيها. قول له تعالى لي بقى في الحق والخير والقرب من الله والكلام ده، يقولك عم فكك مني ما تقرفنيش. خنزير، ان كلمته عن حلال وحرام يقولك يا عم بقى ما تبوظش القعده. شاف واحد بيغير على اهل بيته، والله راجل حقيقي. يا عم غيره ايه وتخلف ايه ورجعيه ايه؟ انا الست بتاعتي براحتها عشان معاها راجل. لا يا حبيبي، انت الصادق عشان معاها خنزير. انا اللي قلت النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال. فالامر على خطوره عظيمه يا اخواتي. سموا الحاجه بمسميات الحرام، حرام. اسمها خمره ما اسمهاش سبيريتس، اسمها شذوذ ما اسمهاش مثليه، اسمها دياثه ما اسمهاش تقدم ومدنيه، اسمها زنا مش بوي فريند وجيرل فريند. اللهم انا نبرأ اليك من الحرام، فاقبلنا يا رب ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم بلغت، اللهم فشل. ولا هنا ايها الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستغرام. شير في الخير، دال على الخير كفاعله. اما حابب تدعمني على باتريون، لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكريبشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 تطلع لي كل الفيديوهات. وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.